ايه بقى اللي هنعمله ما نشتريهوش؟ هو سندوتشات العجوه. تعالى اوريك، عشان طبعا دي معمول منها نسخه عشان برضو تبقوا عارفينها. يا سندوتشات معجنات زي ما تسموها، هي بصوا زي بديل الساندوتش. انا كده وفرت على نفسي ان انا اعمل ساندوتش، انا عاملاها كبيره كده بحيث هي هتتمسك كام قطمه هتخلص علشان تبقى ساندوتش طريه، مش ناشفه، مش اسمها مبسوسه، لا طريه. بص زي الساندوتش بس العجينه مخدومه، يعني مش طعم العيش الفينو، دي حاجه تانية. خلاص يلا بينا، يلا بينا. طيب انا هنا مسيحه العجوه بميه، مسيحه العجوه بايه؟ بميه، يعني حطيت العجوه على النار. ان شاء الله هعمل لكم العجوه نفسها باذن الله. البلح مالي الدنيا، مش عندكم بلح في بيتكم برضو؟ ماشي، عشان ما يترميش. هنجيبه ونعمله عجوه، ماشي؟ عجوه عجوه بقى، بلح عادي، بلح عادي خالص، تمام؟ فانا العجوه دي شارينها صراحه راحه، يعني حطيتها على النار وحطيت معاها شويه ميه واخليها تستوي حلوه قوي، وعجنتها بالطريقه دي عشان تبقى سهله معايا في الفرد. حلو؟ حلو. طب العجينه نفسها بقى عباره عن ايه؟ نص كيلو من الدقيق، نص كوبايه من السمنه، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، رشه الملح، وربع كوبايه من الزيت. انا حطيت هنا معلقه سكر، معلقه خميره، ونص معلقه ملح صغيره، ونقلبهم مع بعض. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنحط بقى ربع كوبايه بس، هي دي كده، من السمنه، ماشي؟ يعني معلقه كبيره كده، ربع كوبايه يعني معلقه هرميه. حلو؟ وهعجن بميه او بلبن وميه زي ما انت شايفه بقى، بس انا مش عاملاها يعني مكلفه، بس انت لو عايز تحطي لبن وميه حطي، كل واحد على قد ايديه. شويه شويه لغايه ما تلم معايا. انا بوريك قد ايه هي سهله وبسيطه. تمام خلاص كده، حط بقى ربع كوبايه الزيت، بسم الله بسم الله. تمام كده خلاويص، خلصنا. هروح بقى عجنه لغايه لغايه الزيت ده ما يخلص. برده انا قلت كل الطريقه، بس بسيبك في الاخر تعجني لوحدك. بخلع في السكه. دقيقتين بس، يعني اعملها دقيقتين. ناخد العجينه، انا بيضه وفانيليا وسمسم، عايز توفري البيضه وفريها وادهني ميه وحطي سمسم اللي يريحك، ادهني ميه ادهني لبن، بس هي عشان حاجه تلزق لي السمسم بس، عشان تبقى الساندوتش بتاعنا متكامل متكامل. انتوا عارفين طبعا فوائد العجوه قد ايه مفيده، فلما ياكلوا ساندوتش العجوه ده ممتاز. مش هقول لكم لازم فطار، ممكن ده يبقى فطار، ممكن ده يبقى فطار. بصوا بقى هوريكم حالا 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 حالا، قد انظر من انظر. ماشي، هناخد دي كده بس اهو، ماشي. سندوتشات سريعه، ونفرد واتكي على الحروف اكتر من اللي في الوسط، اتكي على الحروف اكتر من اللي في النص. يعني اللي في النص عادي سيبيها سميكه شويه مش مشكله، بس اطلعي بالحروف على رفيع، ماشي؟ هي بردت، هي لما تكون سخنه بقى بفردها بالمعلقه. بص بقى هناخد دي كده اهو،
عشان كده قلت لكم الحروف رفيعه لان الاثنين هيجوا على بعض كده. ماشي؟ ونبدا نفرد العجوه جوه الايه؟ جوه العجينه. بسم الله. يبقى عندنا الصينيه. مش مهم. نحط على الصينيه على طول. اهو بصوا ساندوتش عجوه. حلو كبير كده عشان يبقى ايه؟ ساندوتش. ولما نيجي نقلبها نقلبها كده. بصوا بقى الساندوتش عامل ازاي؟ اهي. اول ما نيجي نحطها في الصينيه على الناحيه اللي مطبقينها نقلبها كده. ونروح دهنينها بقى ميه، بيض، لبن، اي حاجه، ورش عليه السمسم بالطريقه دي اهو.